أقول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة. أبشر. إمام الدعوة ومجد الدعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكتبه أيضا في هذا المجال بمنزلة الكتب التي لا مثيل لها، فإنه رحمه الله قد لخص عقيدة السلف في كتاب التوحيد المعروف به، والواقع أن هذا الكتاب له أثر طيب جدا ليس في البلاد السعودية فقط،